شاهدي شفتي في صباح النور، ومرحبا بكم معايا في هذه الجولة الصباحية من قلب مدينة ميدلز. هذه الجولة اللي من خلالها غادي نهضروا على موضوع النتيجة ديال البكالوريا اللي إن شاء الله غادي تكون في أصحابها اليوم في الليل ولا غدا الصباح إن شاء الله. الله يفرح كل واحد كل واحد إن شاء الله. قولوا لي كيفاش كتظنوا النسبة ديال النجاح غادي تكون هذا العام؟ واش ربما مرتفعة على السنوات الماضية؟ واش ناقصة شوية عليهم؟ يعني من بعد ما شفتوا الفيديوهات ديال التلاميذ والارتسامات ديالهم، من بعد ما دوزوا ربما دوزتوا نتوما او شي حد من حبابكم او شي حد من معارفكم، يعني كيفاش كتظنوا هاد النتائج هاد السنه غادي تكون؟ واش كتظنوا نسبه النجاح ديال الاناث غادي تكون مرتفعه بحال كل سنه؟ يعني كنشوفوا ان كل سنه تبارك الله نسبه ديال النجاح ديال الاناث كتكون ربما اكثر من الذكور. واش كتظنوا ان هاد العام حتى هو غادي يكون على هذا الشكل، او ربما الذكور يتفوقوا هاد العام وياخذوا نسبه اعلى في النجاح؟ اذا مرحبا بكم معايا واحده اخرى، ومرحبا بكل المتتبعين، اصبحكم مبروك كاملين. وكما قلنا حنا كنديروا جوله صغيره في الشوارع ديال المدينه. انا مولفه لكم جوله صباحيه كنديرها على رجليا وكنتمشى ونهضروا بالتاويل وشويه، ولكن اليوم شويه الجو بارد فما غاديش نقدر نتحمل نبقى هز التليفون مده طويله يعني في هذا الجو ويدي غيبردو. داكشي علاش قلنا اننا ناخذوا الجوله في الطاكسي. يعني كما قلت لكم العنوان ديال الجوله هو شنو رايكم في النتائج ديال البكالوريا هذه السنه ان شاء الله كيفاش غادي تكون؟ واش تقدروا نقولوا انها تقدر تكون مرتفعه او يعني تكون على قد الحال؟ وبالنسبه كما قلت في السنين الماضيه ديما كنشوفوا نسبه النجاح ديال الاناث كتكون اكثر من الذكور. واش ممكن يكون حتى هذا العام نفس الشيء او ربما هذا العام يكون مختلف؟ انا في انتظار التعليق ديالكم اللي من خلالها غادي نناقشوا الموضوع ديالنا اللي مرتبط بنتائج البكالوريا. غنحاول انني نقرا جميع التعاليق ونناقشوا جميع التعاليق. وصباح النور مره واحده اخرى ليكم كاملين. كما قلت في السنين الماضيه كنا كنشوفوا تبارك الاناث كيتفوقوا على الذكور من الناحيه ديال نسب النجاح، من الناحيه ديال النقط المرتفعه ديالهم تبارك الله. واش كتظنوا ان هذه السنه ممكن يكون نفس الشيء او ربما يقدروا نقولوا الدراري يكتسحوا النقاط ويحلوا البنت هذا العام؟ انا في انتظار ديال التعاليق ديالكم كما قلت اللي من خلالها نشوفوا الاراء ديالكم في هذا الموضوع. واش كتظنوا ان نتائج البكالوريا هذه السنه غادي تكون باذن الله مرتفعه او لا؟ نعم فيت نظن انه مجهود بزاف على حسب القول ديال الناس وعلى حسب يعني النسبه النجاح اللي كانت العام اللي فات على حسب الاحصائيات وكلشي. فالعام فات تبارك الله كانت نسبه كبيره ديال النجاح الحمد لله، وكنتمنى حتى هاد السنه اللي يخيب شي واحد. راه الفرحه ديال البك وحده عرفتي سبحان الله، واخا تاخذ الاجازه ديالك ولا تاخذ الدبلوم ديالك ولا تخدم ولا دير اي حاجه كتبقى ديك الفرحه ديال البك مختلفه على كلشي. ديك الفرحة اللي ما تبغي حتى شي واحد يتحرم منها. ان شاء الله الله يوفق كل المتمدرسين، اي واحد خاد الامتحان ماشي خاد كنقولوا يعني الامتحان ديال اي امتحان اشهادي، فالله يوفقه الله ينجحه وان شاء الله يذوق ديك الحلاوة وديك باش نقولوا ديك الفرحة ديال انه يحصل على البكالوريا. يعني كما قلت فانا مازال في الانتظار ديال المشاركات ديالكم اللي من خلالهم غادي نعرفوا شنو الراي ديالكم نتوما في هذه السنه كيفاش غادي يكون، يعني كيفاش غادي تكون النسبه ديال النجاح فيها. حميد ابكور السلام عليكم. السلام ورحمه الله سي حميد، مرحبا بكم، مرحبا بكم كاملين في هذه الجوله الصباحيه في شوارع ميدلت. كما قلنا الفرحه ديال البكالوريا سبحان الله حتى شي حاجه ما كتعوضها في الدراسه شي حاجه سبحان الله. حسن الزويره صباح النور، واش اليوم كاينين النتائج؟ ما قلبتش صراحه زعما في شي بلا غزالي باش نتاكد ولا قلبت قبل شي امتى النتائج. كنظن يمكن
يمكن ينقص 20 اما اليوم في الليل ولا غدا ان شاء الله غدا الصباح. نتائج انتظارنا انت ما جات ان شاء الله غير تكون مزيانه وان شاء الله غير يفرحوا هاد الوليدات، مع انه هاد السنه باش ما نكونوش ظالمين هاد السنه تكرفسوا شويه في ساكن الدراسه عن بعد كتقصح عليهم، كاين اللي ما عندوش التليفون باش يقرا، كاين اللي واخا عنده التليفون ما عندوش باش يبقى يشارجي كونيكسيون كل مره باش يتفرج في الدروس. يعني الحضوري كان كيقراو ماده في هاد السيمانه وما يقراوها حتى السيمانه الاخرى ولا ربما حتى السيمانه اللي موراها، يعني هما شويه تكرفسوا صراحه في هاد الوقيته ديال القرايه. نهار البكالوريا اللي سولتيه كتلقاه محن، كتلقاه كيفاش نقولوا كاره ديك الطريقه باش قراو كانت صعيبه عليهم. كاين اللي كيكون في القسم ومطرطق عينيه في الاستاذ وما كيفهمش، عساك انه يقرا في دارهم، عساك انه يقرا عن بعد وفي التليفون، شويه صعيبة الصراحة. ولكن كنتمنوا انه هادشي ما يكونش حاجز قدامهم، انهم يكونوا ان شاء الله حصلوا على نقاط مرتفعة اللي تخول لهم انهم يدخلوا المدارس العليا الجامعات لشي حاجة اللي تبني المستقبل ديالهم بطريقة مزيانة. اذا صباح النور لكم جميعا، مازال في الانتظار ديال التعليق ديالكم اللي بغيت نعرف من خلالها الاراء ديالكم في الموضوع. واش كتظنوا انه النتائج ديال البكالوريا ديال هاد السنة غادي تكون مرتفعة؟ إذا هذا هو السؤال ديال الجولة. لأن أنا كنساليكم معايا شوية في ميدلت، كنساليكم معايا شوية في الشوارع ديال المدينة. هذا الجو البارد الصباح تبارك الله، صباح الجو بارد شوية. عرفت المدن ديالكم كيفاش غادي يكون الصباح عندكم؟ نتوما قولوا لي، قولوا لي كي داير الجو عندكم في المدن ديالكم هاد الصباح. حنا في ميلت بعدا الحمد لله الجو زوين بارد شويه، يعني ديال اللي بغى يخرج يشم الهواء ويتمشى، يعني كيف كنقول هذا الشيء هاد الرياضه. اذا كما قلنا في هذه الجوله الصباحيه خدينا فيها موضوع نتائج البكالوريا، كيفاش كتظنوا غادي تكون النتائج ان شاء الله هذه السنه؟ واش ربما غادي تكون النتائج مرتفعه؟ واش ربما النقاط غادي يكونوا في المستوى؟ واش نسبه النجاح غادي تكون كبيره او لا؟ مع اننا حنا كاملين كنتمنوا ان نسبه النجاح تكون كبيره بزاف، يعني حتى شي واحد ما يتحرم من فرحه البكالوريا، حتى شي واحد يعني ما يمشي له داك التماره وداك داك الاعداب والبريباراسيون ديك التمارين اللي كدوز على الواحد في الوقت ديال التوجد وكذا ما تمشيش ليه في السهل، ويحصل على النقاط اللي تخليه يفرح ويفرح والديه. اذا كان هذا هو الموضوع ديال الجوله ديالنا قربت الثاني، كان هذا هو الموضوع ديال ننزل شويه، كان هذا هو الموضوع ديال الجوله ديالنا اللي هو كيفاش كتظنوا غادي تكون نتائج البكالوريا هاد السنه؟ واش مرتفعه؟ واش ربما بحال السنه الماضيه؟ واش ربما تكون اقل؟ تاريخا سلام اختي. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك ام احمد. لا محال. شنو اللي محال؟ زعما ما تكونش مرتفعه ممكن، ولكن حنا منياتنا انه ان شاء الله تكون مرتفعه. حتى شي واحد اللي يخيبو راه ضربوا تماره، ضربوا تماره، ما تشوفوش واحد ولا جوج قال انه نقل صافي وتبنيو على ان الاخرين كلهم نقلوا، بالعكس كاين اللي كيدمر فيها واللي كيتكرفص فيها، وكاين من هادوك اللي كيقولوا انهم نقلوا كتلقى والله ما عارف النقله كي دايره، غير كيبغي يبان ويضحك وكذا. يعني ان شاء الله بزاف ديال التلاميذ يشحوا، وان شاء الله حتى شي واحد ما يتحرم من الفرحه ديال البكالوريا. واني ماشي المهم انك تنجح وصافي، الا غير كينجحوا صافي راه ماشي ما درناه. الواحد خصو ينجح وتقاتل وياخذ شي نقطه اللي ممكن انها تخول ليه يدخل المعهد، يدخل المدرسه عليا، يمشي للجامعه، يعني نقاط اللي تخلي مولاها يبني مستقبل مزيان، ماشي باغي ياخذ الباك لاجل الباك وصافي. زيد احمد مرتفع الميزة مقبول، تبع السهم الى الجامعة، هناك النجاح في الاجازة، ميزة مقبول وتبع السهم الى المجهول. داك الشيء نفس الفكرة اللي كنت كنقول، يعني الواحد يدمر على نقطة مزيانة، يعني الا انت كاع خديتيه مقبول وربي ما كيخيب، حيت راه كاينين اللي مقبول وصلوا لمناصب مزيانة، ولكن ماشي بحال
تكون دمرتي عليه وخديتيه بميزه مزيانه وتمشي مرتاح لواحد المدرسه ولا واحد المعهد، ماشي تاخده مثلا بنقطه نازله وتبقى جالس مكسل كتسنى في لا ليست داتونت، يا ربي يا ربي شي واحد من لا ليست برينسيبال ما يجيش، يا ربي يا ربي، فهمتي؟ يعني ما تحطش راسك في موقف بحال هذاك. هذه رساله للناس اللي عندهم سيزيام، اللي عندهم سانكيام، اللي مقبلين على امتحان البكالوريا، فهذه رساله ليكم نتوما. اما اللي دوز الباك فالله يسهل عليه، صافي هو داز، كنهضروا على اللي ان شاء الله المقبلين على البكالوريا، دمروا دمروا على النقطه، ضربوا على راسكم، راه ماشي مهم انك تنجح قد ما مهم النقطه باش تنجح. اما الا كما قلنا خديتي غير شي نقطه سهله غادي تمشي لافاك، الا مشيتي اصلا نتايا راه خفو طلق يديك راه تمشي لافاك وغتبقى طلق يديك حتى تما وناعس وما غتفروش في الاخر مع الاسف. ولكن الا مشيتي بداك الجهاد ديال انك ضرب نقطه زوينه، لافاك ماشي عيب، راه كلنا قرينا في لافاك، الا مشيتي يعني وانت درتي واخد نقطه مزيانه وغادي بداك الحماس ديال الباك وداك الجهد ديال الباك وقريتي على راسك ودرتي ليسونس ديالك في 3 سنين مع نظام جديد غادي تدخل في 40، ولكن معليش بحال 3 سنين بحال 4 سنين عام مادة ما جا، يعني تاخذ الاجازه ديالك وتكون حتى هي بنقطه مزيانه، فديك الساعه جميع الابواب غادي تفتح قدامك. المهم انك تكون عندك اراده وباغي نقطه مزيانه وما تضيعش راسك كما كنقولوا. إذا المشاهدين أنا مازال في الانتظار ديال الآراء ديالكم، واش كتظنوا أن نسبة النجاح في البكالوريا هاد السنة غادي تكون مرتفعة أو لا نقص؟ يعني العام الفايت كان تبارك الله، العام الفايت كانت نسبة مرتفعة مع أنه كانوا قراو في الظروف ديال كورونا وكان شوية صعيب الحال، ولكن تبارك الله كانت نسبة ديال النجاح مرتفعة. وحتى هاد العام إن شاء الله علاش لا، كما قلت لكم هما تكرفسوا شوية صراحة، تقال ديك الدراسة عن بعد وسيمانة يقرا وسيمانة ما يقراوش وكذا، وما تكرفسوا هكا، حنا راه كنا يوميا وكتحضر قدام الأستاذ وكتقاتلوا كذا، وقليل المسكين اللي يعني اللي كيقدر يتساير. عساك أنك تقرا في داركم، وراكم عارفين شحال من حاجة كتلف في الدار، هاد إلا عندو خوتو صغار خلات عليه، صحابو يدوزو عليه، إلا كانت بنت خاصها تنوض تشقى هكذا، فهمتي؟ يعني ما كتكونش مركز 100% في الدراسة ديالك إلا كانت الدراسة عن بعد في المنزل. كاين اللي ما عندوش التليفون، بالنسبة اللي كانوا عندهم دروس عن بعد كاين اللي ما عندوش التليفون، حتى اللي عنده كاين اللي ما عندوش باش يدير كونيكسيون. يعني حنا ماشي كنخترقو لهم أعذار، ولكن قراو صراحة في ظروف صعيبة، يعني إلا تقاتلتو وخديتو الباك في هاد الظروف فشابو ديالكم صراحة، وخاصكم تاخدو خاصكم تاخدو هاد التشريف ديال أنكم في ظل هاد الظروف الصعيبة خديتو البكالوريا. ولكن اللي تهاون وتفلع على راسو بهذا المعنى وما دمرش على الباك وما خداش ولا فظلمتي راسك، ظلمتي راسك وحيدتي راسك حتى ديك كيما قلت داك التشريف ديال انك خديت بكالوريا في ظل ظروف صعيبه. يعني كيما قلت في الموضوع ديال الجوله الصحيه ديالنا، احنا رانا جهه الشعبه، اذا كتعرفوا الشعبه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش ميدلس، فهاد البلاصه سميتها هذه اللي ملعنا سميتها الشعبه، هانتوما مثاليين معايا في ميدلز، مابقاوش حنا كندوزو غير في الشارع الرئيسي بوحدو، كتير ميتشاف، عطا الله ميتشاف، نمشيو إن شاء الله لمناطق وحدة أخرى، المناظر الطبيعية والمناجم والبزاف ديال الحويجات الزوينة اللي ممكن أننا نصوروها. كما قلت فالحديث ديالنا اليوم في هاد الجولة الصباحية هو على نسب النجاح في امتحانات السنة الثانية بكالوريا، كيفاش كظنوا غادي تكون؟ مع أنني صراحة أنا متفائلة خيرا أنه إن شاء الله ديك الظروف الصعيبة غادي تخلي الوليدات يكونوا دمروا ديال بصح، وإن شاء الله غادي ياخذوا الباك بنقط مرتفعة، وإن شاء الله غادي تكون النسبة ديال النجاح طالعة بزاف. مع أنه كانوا غيابات بالأخص في صف الأحرار، كانوا غيابات بزاف كما قلت في صفوف الأحرار، كانوا غيابات بزاف هاد العام في الصفوف المتمدرسين، ما عرفتش واش كان غياب بزاف، ولكن بعدا في صفوف الأحرار كان هاد العام مرتفعة بزاف النسبة ديال الغياب. يعني واخا هكداك إن شاء الله أي واحد جا دوز وتقاتل ويعني وحفظ وما غش ما نقل ما حتى شي حاجة، فالله يسهل عليه والله يسهل على كل واحد يوصل الحاجة اللي هو باغيها. إذا نساليو الجولة ديالنا، نخليو فرصة الزملاء باش يدوزو يعني يديرو الجولات ديالهم. كنتمنى لكم يوم سعيد كاملين، الله يعاونكم ونهاركم مبروك.